بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد امتازت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بمكانتها الفقهية، لأنها حفظت الحديث والقرآن الكريم وفقهت ما فيهما من معان ومن أحكام، فجمعت رضي الله عنها بين الحفظ وبين الفهم، إذ قرابة ربع الأحكام الشرعية منقول عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحتى أنه جزم الإمام الزهري بأنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وذكر برضو الإمام ابن حزم أن الفتاوى الخاصة بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أنها تجمع في سفر ضخم، أو تجمع يعني في كتاب كبير من كثرة علمها رضي الله تعالى عنها. وفاضت كتب العلماء الكرام المشهود ليهم بالمكانة وبالفضل في العلم بكثرة الحديث عن مكانة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها العلمية، واللي بتعكس لينا إمامة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما ورثته من العلم النبوي الشريف. الحقيقة أن هي كانت من القلة القليلة اللي حظيت بهذا المركز العلمي المرموق، حتى أنه كان بيأتي لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان بيجي لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عويص العلم، المشاكل العلمية اللي كانت بتقف معاهم، أو إيه أو أي نوع من أنواع الاختلاف يعني يكون بين الصحابة حول قضية أو مسألة من المسائل العلمية، فتجيبهم رضي الله تعالى عنها جوابا شافيا كافيا مشبعا لهم. وشهد لها بهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وبيقول: ما أشكل علينا أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم أمر، يعني أي مسألة أي أمر لا نستطيع أن نصل فيه إلى يعني بت المسألة أو إلى قرار واضح فيها أو حل لهذه المسألة العلمية، فبيقول فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. يروحوا يلاقوا حل المشكلة عند أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وعشان كده أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها استقلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، استقلت وتفردت بالفتوى مدة طويلة، مدة خلافة سيدنا أبي بكر والد أمنا السيدة عائشة، وكذلك مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. هي استقلت بالفتوى وانفردت بها هذه المدة إنها إلى الغاية لما هي توفيت رضي الله تعالى عنها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى أم المؤمنين السيدة عائشة في مثلا في علم زي علم الفرائض اللي هو علم المواريث، وده علم شديد. وبيحكي لنا واحد من تلامذة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أيضا من رواة الحديث الكبار، وكان من مريدي السيدة عائشة الملازمين لها في طلب العلم، وهو التابعي الكبير مسروق. اسمه كده مسروق لأنه قيل أنه وهو صغير سرق إلى أن عاد فأطلقوا عليه مسروق. هو بيذكر أنه لما قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض، يعني كانت تجيد هذا العلم فهمه وبالتالي تعليمه، فهو بيقول مسروق، وكان من كبار تلامذتها ومن كبار اللي كانوا بياخدوا العلم عنها، بيقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. يعني كانوا بيرجعوا لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألوها في علم المواريث والمسائل الخاصة بهذا الباب الشديد. وكانت أمنا الحقيقة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مش بس في باب أو فن واحد من فنون العلوم كرواية الحديث وتفسير القرآن الكريم وفقط، لا، ستنا كانت موسوعية في علمها، لها في كل فن من العلوم فهم وحفظ. هي كانت يقظة جدا لكل فائدة، لكل علم، طلب العلم تجدها على طول في كل فن من فنون العلوم، تجد لها فهم وحفظ دقيق، وعندها كمان قدرة على التحقيق والإجادة في الفهم والحفظ. كان لديها علم بالطب، ولديها علم بالشعر، ولديها علم بأخبار العرب وأحاديث العرب وأنساب العرب، ودي كلها علوم يعني ثقيلة. حتى إنه ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عروة ابن الزبير ابن ستنا أسماء، يعني السيدة عائشة تبقى خالته، بيقول لقد صحبت عائشة اللي هي خالته، خالة عروة، لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له، يعني أدق في الحمل، حمل الرواية، حمل المعنى، الحفظ والنقل. يعني هي عارفة نزول الآيات زي ما قلنا قبل كده، مكانها والمكانها كان إمتى والساعة كانت إمتى والوقت كان إمتى، وكمان عندها دقة في فهم وتلقي السنن من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الشعر والأدب العربي. وبيقول كمان ما شفتش حد أحفظ منها وأدق منها ولا أروى له كذلك. وكمان بيقول ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا وكذا، وقعد يعدد حتى مما عدده، ومعرفتها الدقيقة بالقضاء كانت قاضية كذلك، ولا طب منها. هو بيكلم بيوصف خالته وأستاذته برضو في نفس الوقت، لأنه تلقى عنها الكثير، وكان ممن روى عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فيعني بيوصف قد إيه هي موسوعية في العلوم والمعارف العديدة اللي كانت بتتلقاها بحرص بحفظ وفهم. فهو استعجب بقى، وبعدين راح قال لها إيه يا خالة، الطب من أين تعلمتي؟ طب ماشي، أنساب العرب وعلوم العرب وأخبار العرب ونزول القرآن ورواية الحديث وهكذا. لكن هو استوقفته المسألة دي، بيقول لها الطب من أين تعلمتيه؟ فقالت كنت أمرض لما كنت بعية،
فينعت لي الشيء، يوصف لي الوصفة الدوائية اللي تعالج بها، أو يمرض المريض فينعت له. المريض بقى سواء كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حد من أهل البيت، فيوصفوا له الدواء ليتداوى. وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض، يعني الناس بتوصف لبعضها الأدوية، فأحفظه. خلي بالك من الكلمة دي، هذا الصفاء الذهني الشديد والقوة والقدرة على الحفظ. مش الحفظ اللي مش معاه فكر، لا. رضي الله عن أمنا السيدة عائشة تجمع رضي الله عنها بين الحفظ والتمكن فيه والصفاء الذهني الشديد، وفي نفس الوقت الفهم. فشوف هي بتحكي عن إزاي هي تلقت فنون الطب حتى جادت فيه. صفاء ذهني، إقبال على طلب العلم، وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد. وده كان برضو من التجهيز لحمل هذه العلوم. واحدة من كبار أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، من كبار بنعني بذلك قوة وشدة وكثرة ما حفظت من الحديث النبوي الشريف، وإزاي روت ده وحملت ده ونقلته عبر وعلمته عبر طبقات كثيرة من الصحابة والتابعين كما سنرى. امتازت كذلك أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها كانت فصيحة اللسان وعندها بلاغة في المقال بتاعها. إذا تكلمت ببلاغة، وإذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم، وإذا تكلمت أخذت بمجامع قلوبهم. يعني ده من فصاحة لسانها وشدة بيانها وجمال خطابها. فعن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء كده كلهم لغاية وقت ده. فبيقول: فما سمعت الكلام من مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة. يعني كانت خطيبة، هو عايز يوريك مدى قوة فصاحتها وبديع الخطب بتاعتها وجميل البيان والشرح والوضوح. تربت في بيت النبوة الشريف رضي الله تعالى عنها. كما كان لأمنا السيدة عائشة دور في حياة المسلمين في مختلف المجالات، يعني مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كل شيء. يعني هي ما كانتش بعيدة عن الأحداث الكتيرة اللي مرت بالمسلمين خلال حياتها اللي تقريبا اقتربت من 70، وكانت ليها مواقف مشهورة جدا وآثار يعني معروفة في الأحداث السياسية والاجتماعية اللي مرت بالمسلمين، بالذات بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وسجلت كثير يعني أو سجل لنا التاريخ كتير من الأحداث اللي هي تركت فيها أمنا السيدة عائشة علامات بارزة قوية. ده بنقوله عشان نأكد على قضية حفظ السنة، وده تجهيز الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين السيدة عائشة اللي كانت بتتلقى الآيات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فور نزولها، واللي كانت بتحكي وهي صبية أنها كانت شديدة الحفظ وتعرف مكان نزول الآية ووقت نزولها. وهي ستين عائشة رضي الله تعالى عنها فرغت لهذا الدور العلمي العظيم، فقد كان لأمنا السيدة عائشة تلامذة كثر من الصحابة والتابعين. يعني هي نقلت علم عظيم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال عنها الإمام الذهبي: روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. علمها كمان مش نقد، مبارك فيه، لأنه رضي الله عنها جمعت بين الحفظ والفهم. كان لها منهج، كان لها مدرسة علمية، تلقت العلم الشريف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح عليها في الفهم، فكانت لها فتاوى وكانت لها تفاسير وكانت لها كثير من المعاني والفهوم رضي الله تعالى عنها. ولذلك كان يقول الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة
إلى علم جميع أزواجه، يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، فقد كانت رضي الله تعالى عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ومن كده بيظهر لنا بوضوح فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية الحديث. وإحنا لما بنتكلم على فضلها في رواية الحديث بنأكد على قضية حفظ الله تعالى للسنة، مش بس في صحابة رسول الله اللي تلقوها حفظا وفهما، لا، وفي بيت النبوة الشريف كذلك، وأم المؤمنين يعني مثال واضح على ذلك في تلقي الحديث وكذلك في تعليمه، لأن أم المؤمنين السيدة عائشة لها تلامذة كثر كما سنرى إن شاء الله تعالى. فتجلى لنا يعني أثر السيدة عائشة في رواية الحديث الشريف، وإنه ده لا ينحصر في القدر بس اللي هي روته أم المؤمنين، بل كمان بيشمل دقة فهمها وجودة فهمها والتحقيق الشديد اللي كان من سماتها في منهجها العلمي في التلقي والحفظ والفهم، وعلمها الواسع الشمولي، مما جعلها رضي الله عنها مرجعا مهما في رواية الحديث الشريف وكذلك الفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين. آمين.